متابعي قناه شوف تيفي غنحاولوا اننا نعطيكم تفاصيل دقيقه على القضيه ديال القتل واللي توصلنا بها من مصادر مطلعه ان الشابه اللي تم القتل ديالها مضروبه جوج ديال الضربات بآلة حاده، وحده على مستوى العنق وحده على مستوى اليد، والضحيه كتلبس جلباب اسود 15 يوم وهي مليوحه في البير. الجثه ما تحلاتش ولكن كاين الدود خارج من الجثه. كنعتذروا على البشاعه ديال المنظر اللي كنوصفوا لكم. 15 يوم حتى خرج منها الدود من الجثه لحدود الساعه. كيقولوا الناس ربما هي الشابه اللي اختفت بمنطقه حي النور لمده 15 يوم. حسب ايضا بعض المصادر ان الشاب اللي كان بالرفقه ديالها ربما ما كاينش حمل اكيد، ربما وقع بيناتهم شي مناوشات لانه كان مشى للمستشفى باش يطلب شي مقوي جنسي ولكن لم يتحصل عليه. ربما هذا هو السبب، طرات بيناتهم مناوشات. من بعد هو اللي جا سلم راسه واعترف بالجريمه اللي قام بها. هذه هي التفاصيل اللي توصلنا بها لحدود ساعه من مصادر جد مطلعه. واش هي بنت حي النور ام لا؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في الدقائق المقبله ان شاء الله. غنحاولوا ناخذوا مع هذه الجاره ديال العائله ديال البنت لبنى اللي كيشكوا ان هي الضحيه وايضا خرجت بجلباب اسود. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي فاطمه الزهره. هاد الدريه بصح جات عند واحد الناس هنا حدانا. جداها. جداها جات عندها وكيتاكدوا شحال هذيك كنا كنسمعوا بانها متغيبه 15 يوم وهي متغيبه، كيسولوا عليها وهذا ما لقاوهاش. صافي حتى اليوم جالسين. واش عندها شي سياره؟ عندها طوموبيل. عندها طوموبيل. طوموبيل ما لقاوهاش، حتى الطوموبيل ما لقاوهاش. قال لك خرجت بتليفونها بطوموبيلتها ولابسه عبايه كحله. واش عبايه ولا جلابه؟ عبايه. عبايه. عبايه كحله. هادشي كيقدر يتبدل لان 15 يوم. لا عائلتها قالوا لك العبايه. قلت لك هادشي كيقدر يتبدل، تقدر تبدل عبايه تلبس جلابه تقدر. بصح صافي جالسين كنفطروا وهذا حتى كنسمعوا دري جاي من المدرسه كيقول لنا حدا المدرسه واحد الدري لقاوها مقتوله تماكين. انا مشيت نجيب خويا كيقرا، مشيت نجيبه. شي مستودع ديال المتلاشيات. واش كنتوا كتعرفوا انها كتعرف داك السيد كتسمعوا؟ لا ما غاتعرفيش اختي، يعني بنادم ديز حاضر راسه ما غاتعرفيش شنو تحت راسه، ما غاتعرفهاش على علاقه بشي واحد. يعني كون كنت كنعرفها ولا كتعاود ليا ولا شي حاجه غنقول لك، ولكن انا ما كنعرفهاش الصراحه. انا بقات فيا حيت الدريه مسكينه ماتت وهذا، وهذيك البلاصه اللي ماتت فيها الدريه حدا المدرسه. يعني كاينين تما كنت ثلاث مدارس، ما غتولي خايفه على ولادك يمشيو للمدرسه. المراه مسكينه كتمشي تدير تخدم عند الناس باش تجيب طريه في الخبز لوليداتها، ما كاينش اللي غيدي لها بنتها للمدرسه. يعني تما كان خاصو يطبق القانون حيت وليدات صغار وليدات كبار عيال. دابا تما خاصكم الاناره، ما كاينش الضو. ما كاينش الضو بالليل تما كنت قلت لي تصرخي ما كاينش اللي يسرق لك الخبر. ياك. قلت لي تما ما كاينش اللي يسرق لك الخبر. انا ولاد هنايا ما تنقدوش ندخلوا تماك هذيك المنطقه ديال الكلاسي حاش كلها ظلام وكلها كلاب. ما تقديش دخلي تما كاع اللي ما حنا اصلا ما فهمناش الدريه. المهم اختي الاجرام هنا في الهراويين، واختي حنا راه حياتنا ضاعت، حنا كابرين هنا في الهراويين. وراك شتي الحاله كي داير، كاينش النظام، ما كاينش الترابيه، ما كاينش بزاف د الحوايج. حنا اختي هذا ماشي الدور ديال الدوله، هذا دور الوالدين ديال التربيه. ديال الوالدين، ولكن حنا اختي عايشين في واحد المنطقه ما فهمتي، يلاه عايشينها مع اختها مع ماكلتنا. هذا الدور ديال الوالدين هو اللي كيربيو الوليدات. تربيو، ولكن راه حنا ما نقدروش نقولوا عليهم الهماج حاشا، ولكن ربما التربيه خاص الوالدين هما اللي يربيو. اختي حنا تربيو، وحنا انا عندي ثلاثه الاولاد وانايا كبرت هنايا اختي، حياتي ضاعت، ولكن انا ولادي ما بغيتهمش يضيعوا. انا ولادي بغيت نقريهم، بغيتهم يتواضعوا، بغيتهم يتواضعوا، بغيتهم بزاف د الحوايج، بغيتهم حتى انا يعوضوا ليا، ماشي بغيتهم انا مدمره ويزيدوا حتى هما يدمروا. هذاك الشيء حنا ما بغيناش. حنا راه عدد هنا من وحده اكثر مني ضايعين في هذا القنش، انا لا حنا لا ولادنا. حنا ضايعين. اختي انا ما عمرني ما دابا سولت الدراري ولا الدر، ما عمرني ما شتا. اش كيجيو هاد الناس لهنا؟ قالوا لك دار جداها هنا. اها. ما هي كانت مدرا لهم شي دريه بنفس المواصفات. 15 يوم هما تيقلبوا عليها، قالوا لك ما لقاوهاش. ومشات سولات وقالوا لها ما عرفت، ودابا جات متاكده قالت لك بان راه هي. الدريه نيت قال لك حامله و... ايه راه هي. ما غاتقدرش الدريه تقول لك، وعدت الصويره. وتنطلبوا الله يصبرهم والله يدير شي تاول ديال الخير، وتنطلبوا من الله يدير لنا شي حل في هاد الهراويين. بحش بنت دربنا كنا نسيق الخبر بان راه تيقلبوا على وداك الشيء، ولكن متاكدينش بان غتوقع تكون هي الدريه، فهمتي هي نيت بصح. حتى الدريه دابا تاكدت قالت لك راه هي، وحنا ما تمنيناش مسكينه تموت هكاك الله يرحمها. غايبه 15 يوم هادي خالتها، والله علم اختي غتكون عندها 23 وقيلة ولا ما عرفتش. وقال لك خارجه عبايه كحله. صافي هذا هو اللي كاين اختي. دربنا شحال عندها من عام؟ 23 ضروري فرستين على 23 باقي مجوجه. غدا 15 يوم، غدا 15 يوم. عندها 23 عام. درتو بها شي درتو شي شكايه؟ مشاو للبوليس تبع الوكيل الملك.
كيقلبوا باقي دابا المواصفات اللي عطاها بنت حي النور وهذه وهذه قال لي راه هي 15 يوم ما نكذبش عليك هذا الخبر هذا ما غنقولش كيتلقى اي واحد فهمتيني هذا الخبر هذا راه صادم بزاف د الحوايج فهمتيني غتولي تخاف عليها فهمتيني عندما تخاف على الناس راه عندها امها عندها اختها عندها خواتها عندها خالاتها عندها بناتها فهمتيني هادشي راه بزاف لبنى شحال وهي غابره تقريبا سمعت اختي شي 15 جور دابا ولا تقريبا فهمتيني وهادشي هذا هو اولا خايف عليها علاش خايف عليها خايف عليها من قبل خايف عليها خايف عليها وهاد الناس هادو والله عمرها دار واصلا هو واخد ليها الطوموبيل على قبل هاد المشاكل عمرها دار انا حساس هنايا كنشوفها بور توجور توقعتوا في هذا الاختفاء انها تكون مقتوله ما ضرنيناش كنا نقولوا مثلا غيكون شدوده غتكون مثلا وغيطلقوها غيمكن كتكرفصوا عليها هكذا ولكن تلقات الماء تلقات الماء انتظرناش وكنتمنى واحد الالتفاته من المسؤولين لهذه المنطقه كاين مشكل ديال الهدر المدرسي تيبانوا لي وليدات في سن تا مدروس وما مشيوش للمدرسه كيبانوا لي وليدات في سن تا مدروس وكذا داخلين المدرسه وما كيمشيوش يقراو تيبانوا لي شباب عاطلين على العمل وما كيمشيوش يقراو شنو السبب ديال هذا الشيء حتى المدرسه ما كايناش هنايا انا مديت ولدي حاليا بغيت نقيدو قال لي ما كايناش ليه بلاصه انا هاد الدري ضيع ما يمكنش ليا ضيع نشوف ولدي انا ما كيقراش قدامي فين غندخلو انا ساكنه هنا في المنطقه ديال الهراوي واش هاد الوليدات غلبوا والديهم اختي ماشي غلبوا على والديهم مدارس كيقول لك عامرين بلوكين يعني فين غيقروهم الناس على قد الحال يعني هذه من المشاكل ديال منطقه الهراويين اللي غنحاولوا ان شاء الله اننا نسلطوا عليها الضوء لا كنربيو امهات ولكن المدرسه حتى هي راه كتربي كتعرفي لبنى كنعرفها كتشوفيها شايفتها مره اختي يعني تقدر تكون هي هذه اللي تقتلات تقدر لا اله الا الله اذا غنختم معكم متتبعي قناه شوف تيفي على امل اننا نتلاقاو بكم في مباشر اخر غنمشيو نتاكدوا واش هي نفس الشابه اللي تقتلات هي نفسها اللي كانت مختفيه وكاين بحث لفائده العائله بمنطقه حي النور الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.